هل سيعيد الفريق الوطني النظر في مسألة فعالية المناعة المكتسبة بعد الإصابة للمتعافين في العام 2021 في ظل المتحورات الجديدة للفيروس؟ وهل هم فعلا ليسوا بحاجة لأخذ الجرعة المنشطة مع تلك المتحورات، مع الأخذ بعين الاعتبار التباين بمستوى فعالية المناعة بعد الإصابة من شخص لآخر؟ تمام. أول شيء أتوقع إحنا أعلننا اليوم من بعد تحليل البيانات المحلية تم تقليل المدة الزمنية للمتعافين من 12 شهر إلى 6 شهور، وهذه الضوء على تحليل هذه النتائج. وبالعكس إحنا ذكرنا أكثر من مرة، إحنا ما شاء الله صار لنا أكثر من سنتين مع جائحة الكورونا، ونكررها مرة ثانية في ظل وجود الوباء، المناعة المكتسبة من الالتهافات أو المناعة الطبيعية المكتسبة من الفيروس نفسه لا تفي بالغرض، لأن هناك تكون تحورات، واللقاح والوحدة يكون يعني هذه المناعة الكافية، وبالتالي الجرعات المنشطة تأتي لتعزيز هذه المناعة. ففي ظل وجود وباء، اللقاح هو السبيل الوحيد لتعزيز المناعة، والجرعات الإضافية اللي بتكون السبيل الأوحد إن شاء الله لتقليل من مدة من شدة خطورتها.